أميزديا، شريكك للنجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول اد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وطبيب في بيتي. زي ما اتفقنا دايما في برنامجنا، الطبيب وكأنه واحد من البيت، أخوك وأختك جارك. بنحاول نقرب المسافات بيننا وبين الأطباء في كل التخصصات، وده اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت في لقاءاتنا في مراكز فايكنج لطب الأسنان، وإزاي شفنا إن الموضوع ممكن يقرب قوي، و كلامنا مع الدكتور وعلاقتنا بيه ممكن تبقى حاجة أخوية جدا وقريبة جدا. والنهاردة بنكمل كلامنا مع دكتور رحاب عماد، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وعضو مجلس إدارة مراكز فايكنج لطب الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا أستاذ أحمد. أولا بحب أشكر حضرتك على الانفيتيشن النهاردة، يعني ده شرف كبير ليا، وأنا سعيدة أن أنا مع حضرتك النهاردة. يعني إحنا اللي سعداء بوجودك معانا، وإن شاء الله النهاردة يكون لقاء مفيد وقريب للناس، والناس تعرف أكتر وأكتر عن تفاصيل عيادات الأسنان والخدمات اللي بتتم فيها. يمكن إحنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير ووضح للناس حاجات كتير قوي، عايزين نكمل كلامنا. ومن الحاجات اللي بتشغل الناس قوي وبقت ترند دلوقتي في موضوع الأسنان، زراعة الأسنان. زراعة الأسنان احنا سمعنا عن زراعة الشعر وزراعة حاجات كتير قوي، حاجات كتير بتتزرع. وفعلا الأسنان من الحاجات اللي لما نفكر طب والله ليه ما يبقاش فيه حاجة حل دايم بدل الحلول المؤقتة لفترات طويلة. بس برضو كل حاجة جديدة الناس بتخاف منها في الأول، ويطلع لها إشاعات وده بتعمل مش عارف إيه وده إيه، يعني بيبقى فيه كتير كلام مغلوط ومش عارفين إيه الصح وإيه الغلط. فتوضح لنا بقى إيه موضوع زراعة الأسنان. هو زي ما حضرتك قلت إن الزراعة دلوقتي بقت حاجة ترند، أو بقى الأبديتس فيها كتير قوي في مجال طب الأسنان. زمان لما كان حد بيخلع أو يفقد سنة أو درس، كان يا إما ما بيركبش، يا إما بيضطر إن هو يعمل متحرك، يا إما نعمل تركيبات. مشكلة التركيبات إن أنا بسند على درس أو سنة قبل وبعد عشان أعوض المكان اللي في النص. لكن أنا عشان أحافظ على كمية العظم اللي موجودة وأحافظ على اللثة وأخلي اللثة تبقى موجودة في شكلها الطبيعي والعظم، فأنا بعمل إيه؟ وصلنا دلوقتي إن إحنا نعمل الزراعة. الزراعة بعمل إيه؟ أنا بحط زرعة، او بيسموها في ناس بتقول عليها باللغه العاميه مسمار. هو مش مسمار، هو زرعه كده بتتحط في العظم تحافظ على نسبه العظم اللي موجوده. بحطها وبعد كده بستنى شويه عليها ولحد ما العظم فيها يكون، وبعد كده ببدا احط التركيبه النهائيه. خلينا نشوف يعني بعض الصور معنا كده حضرتك بتشرحي لزراعة الأسنان، يمكن ده يوضح أكتر للسادة المشاهدين. يعني الكيس دي مثلا هو جاي مثلا ما عندوش غير سنتين أو ثلاث أسنان أو أربعة بس، فوق وتحت الدنيا رايحة خالص بالظبط. فده عشان أصلا، وكمان حالة الأسنان مش كويسة، عشان أركب عليها مش هعرف أركب خالص. فيا إما الراجل ده يعيش حياته كده مش عارف ياكل ولا عارف يتكلم بالظبط، يا إما إن احنا نحلل والحاجات دي بقت حاجات بتعمل مش حاجة كتير. مشاكلها كتير وما بيعرفش ياكل كويس ولا الكلام كويس، جزء خارجي متركب في البوق، حاجة مش حاجة لطيفة. يعني مش كل الناس أصلا بتبقى يعني بتستوعبها أو بتقدر تتعامل معاها يعني. فاحنا بنبدأ نعمل الزراعة. الحالة دي اتعمل لها الزراعة، تحط فيها ست زرعات في الفك العلوي
في جلسه واحده. هو ده الجديد بقى. الجديد ان انا مش لازم اعمل زرعه واحده واقعد فيها وقت طويل، لا، انا ممكن لو حد عنده زي الحاله دي كده، عنده زرعات كتيره او عنده فراغات كتيره، ممكن اعمل له الزرعات كلها في جلسه واحده. طب نشوف بس الصور برضو معانا كده يا جماعه. اه دي اثناء يعني اثناء الاوبريشن نفسها واحنا شغالين. بنحط الزرعات وبعد كده نقفل عليها كويس. الموضوع ده بياخد وقت يا دكتور؟ لا، الحاله دي اتعملت بالظبط في 10 دقائق. ما شاء الله، 10 دقايق بالظبط كانت وبتاخد بنج زي بنج بالظبط وانت بتحشي اسنانك، يعني انت مش بتاخد بنج كلي ولا بتاخد ولا موضوع صعب. لا، بتاخد بنج زي بالظبط حد بيحشي اسنانه. لان شائع عند الناس ان فكره الزراعه دي حاجه ان هي عمليه كبيره او ان هي كده، لا لا، ده عمليه وقصه كبيره. لا لا، بناخد بنج عادي زي كده، والمريض بيبقى واعي وبيبقى صاحي معانا وكويس وكل حاجه، وبنعمل له بنحط له زرعات. ممكن كمان ان احنا يعني هو المفروض ان احنا بنسيبها 6 شهور وبعد كده يجي يحط التركيبه النهائيه. ممكن نعمل له حاجه مؤقته يمشي بيها ويتكلم بيها، لو هي حاجه في الوش مثلا او كده، او مثلا زي دي باينه برده في الضحكه، ممكن نحط له حاجه مؤقته يبدا يتكلم بيها او كده لحد ما نحط التركيبه النهائيه. يعني عمليه الزراعه دي يا دكتور يعني ممكن يدخل من غير سنه ويخرج بسنه. يدخل بالزبط. يحط النبته دي في 10 دقائق بالظبط، وبنقعد بعدها قد ايه؟ حوالي 6 شهور عشان نحط الشكل يعني النهائي. عشان نحط النهائي. لكن ممكن احط حاجه مؤقته يمشي بيها يعني، بس انا ببقى معرفه على البيشنت ان ده مؤقت، ده بعد ما الشخص اللي كان داخل ده كده خلص فوق وتحت وركب. معنى كده انه بعد ما بيعمل عمليه الزراعه دي بالبساطه دي خلاص بيبقى الموضوع طبيعي جدا او بنسبه كبيره جدا زي الطبيعي بالظبط، بياكل عادي وبيتعامل عادي، شكل وشه اصلا وابتسامته بيتغيروا، لان الاسنان بتدي كونتور للوش او بتخلي شكل ابتسامتنا او شكل وشنا محدد. فلما حد بيفقد اسنانه او بيفقد الاسنان بتاعته كلها بيبقى طبعا الشكل اللي هو يعني ممكن ناس صغيره في السن بس شكله كبير، لان هو خالع جزء كبير من اسنانه. طيب ايه اللي يخوف مريض عنده مشكله زي كده انه يروح لمركز الاسنان او لطبيب الاسنان يعمل ده؟ يعني احنا في مراكز فايكنج اوكي احنا بنعمل الكلام ده، بتعمله كويس جدا وخدمه مميزه. لو انا عموما عندي مشكله زي كده ورايح مكان لطبيب او لمركز لجراحه الاسنان، ايه اللي خاف منه انه ممكن يتعمل؟ ايه الحاجه اللي قلق منها في الكواليتي في الزراعه؟ على حسب نوع الزرعه. انا ممكن اجي اقول لك هعمل لك زرعه بسعر رخيص جدا، وحد يقول لك انا هعملها لك بغالي. هو مش غالي، ده هو مش الدكتور واخد الفلوس في جيبه، لا، هو الدكتور جايب زرعه نظيفه، زرعه تعيش معاك العمر كله، ما تعملش اي انفلاميشن او تعمل اي التهابات في اللثه ولا تاثر عليك. فلوس في محلها يعني. بس فلوس في محلها بالظبط. طيب كده احنا دلوقتي لو احنا بنتكلم في ده، انا كمريض اضمن ده ازاي؟ ما انا الاول التركيب ده بيبقى ايه؟ طبيعي بيبقى سنه، يعني النبته دي عباره عن ايه؟ عباره عن ماده صناعيه. ماده صناعيه بس بتبقى ديورابل مع او بتبقى متجانسه مع الانسجه بتاعتنا. يعني في نوع بقى او انواع معينه انا كمريض اقدر اعرفها، ولا ده بيعتمد على سمعه المكان؟ لا، هو ده مش حكايه سمعه مكان بس، هو في انا ممكن اقول لحد انت ينفع معاك زرعه كذا، وحد تاني لا انت ما ينفعش معاك دي. بيتعمل لها اصلا اناليسيس كبيره جدا الزراعه، مش بجيب حد اقول له تعالى هنزرع دلوقتي، لا، ده بيعمل اشعه ثلاثيه الابعاد الاول. وبعد كده نعمل لها اناليسيس ونقعد نعمل تخطيط لكميه الزرعه اللي هتتحط، طولها قد ايه، محتاج يتحط عظم او لا، لو كميه العظم اللي عنده مش موجوده، حد خلع بعد وقت طويل يعني مثلا خلع وقعد سنين طويله ما ركبش، فبيبدا مستوى العظم يبدا يقل عن مستوى الطبيعي، فهاجي احط زرعه مش هعرف، فبنبدا احنا نحط له تاني نزرع له عظم، وده في نفس السيشن برضو، هو ما يعني مش بنقعد وقت طويل، لا، هو كله برضو في نفس البنج اللي هو بياخده بتاعنا ده، ونحط له الزرعه فيها بس، وفي نفس الجلسه يعني، يقعد برضو 6 شهور وبعد كده يجي نشوف بقى نطمن عليه، وبعد كده نحط له التركيبه النهائيه. يبقى موضوع الزراعه موضوع بسيط، اهم حاجه المكان اللي بيقدم الخدمه دي بالظبط، اهم حاجه الكواليتي، الدكتور اللي شاطر يكون اللي شغال يكون دكتور شاطر، يكون عارف كويس، يعني عامل بلان كويس للحاله قبلها. الموضوع بيختلف من حاجه لحاجه، وكل حاله وليها البلان بتاعها. وانا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي ان يفضل ان انا ما اسيبش الموضوع فترات طويله، لو في سنه وقع او درس
لازم لازم اركبها، لان انا بعمل مشكله، بعمل خلل في كل الاسنان اللي جنبها، ممكن تلاقي بتتحرك في المكان ده اللي هي يعني انا لما فضيت مكان هتلاقي الاسنان بتتحرك في الاماكن اللي جنبها، السنه اللي تحت بدات تطول تروح في المكان اللي خلاص اتخلع فيه. فبيجي لنا ناس بعد وقت طويل بتلاقي عندهم مشاكل، هو مش بس في السنه او الضرس اللي اتخلع، لا المشاكل في السنان او ضروس ثانيه نتيجه ان هو خلع سنه او ضرس وقعد فتره طويله ما ركبش. طيب حاجه مكانها. الزراعه ليها سن معين يعني بعد مرحله معينه؟ لا يعني هو طبعا بعد في مرحله الشباب يعني من الشباب واحنا اللي فيما فوق طبعا بنشوف اذا كان العيان ده بيعاني من اي مشاكل عموما في حالته الصحيه يعني، لان في ناس برضو ما انا ممكن يجي عيان تمام وكل حاجه بس انا لما اشوف ميديكال غير الاسنان يعني الاقي عنده مثلا السكر بتاعه مش مظبوط او الاقي عنده حاجه تانية تمنعني ان انا اتدخل في الزراعه. بالظبط. طيب قصه القصص بقى يا دكتور، يعني كل الستات والبنات عايزينها الهوليوود سمايل والابتسامه الحلوه ورسمه الاسنان والضحكه الحلوه وايه، وكل الستات طبعا عايزينها، ما حدش ينكر يعني قاعده بتنكر بتقول انا مش عايزاها دي، ما كل الستات عايزين الموضوع لانه حاجه فيها جمال وفيها شكل حلو. بس في ناس خايفه منها برضو، وفي ناس مش عارفه حجم الموضوع ايه وتكلفته ايه. احنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ هوليوود سمايل زي ما كل حاجه عندنا ليها فرايتيز كتير، فهوليوود سمايل برضو فيها كذا نوع وفي كذا حاجه احنا ممكن نعملها، في منها الثابت وفي منها المتحرك لو هنقسمها يعني. حلو. اول حاجه الثابت ده دي حاجه انا بحطها او بظبط بيها شكل اسناني بتفضل ثابته معايا، ما بشيلش ما بحطش ما بتقعش في الكلام، ما فيش اي مشكله فيها. في ناس بتيجي تقول لا انا عايزه المتحرك اللي هو شويه وشويه زي ما عايز المتحرك، انا عاجبني شكل اسناني بس مثلا عندي فرح او عندي مناسبه او عندي طلعه في تلفزيون او ايا كان، فانا عايز بس حاجه اظبط بيها شكل اسناني وبعد كده اشيلها تاني عادي، ده متاح وده متاح. بس يعني الفرق بين الاثنين كبير في التنفيذ طبعا، في التنفيذ والوقت والتكلفه وكل حاجه. انا لما يكون في حاجه انا خلاص اوريدي دي الحاجه اللي عايشه معايا اكيد هتبقى في التكلفه وفي الوقت اسرع شويه او تكلفه اكتر شويه من المتحرك. طبعا المتحرك برده مش اوقات ما بيبقاش حلو، لان انا اشيل حاجه واحطها دي في ناس ما بتقبلهاش برده، فبتبقى عايز ان هو يظبط، لا حاجه تبقى موجوده معايا انا كل ما اضحك، لا انا موجود سناني هي دي، ده هو ده بقى الشكل النهائي. طب وكل الناس ينفع يعمل له اول هوليوود سمايل اصلا يعني، ولا في حالات ما ينفعش فيها؟ احنا لازم الحاله الاول لما تيجي لازم نكشف عليها. انا ممكن حد يجي يقول لي انا عايز هوليوود سمايل، اقول له لا انت مش عايز هوليوود سمايل او انت اصلا ما ينفعش معاك هوليوود سمايل. وبعدين هوليوود سمايل يعني بتشمل، احنا دلوقتي بقى زمان كان في بنعمل حشوات بس الحشوات ممكن تقع بعد فتره لان مش معموله بشكل كويس او الحشوات مش كويسه، لا دلوقتي بقى في تايبس كتير قوي من الفينيرز او اللي هي الهوليوود سمايل اللي بنعملها. اي حاجه تخص الستات لازم يبقى في تايبس كتير. ده طبيعي، واشكال وانواع والوان ليه يا استاذ احمد؟ احنا دلوقتي الموضوع سهل يعني، الصور والشغل بتاع الهوليوود سمايل. بس الستات يا دكتور، وانا اللي هقول لك احنا مش هنكدب على بعض، الستات احنا بنحب التفاصيل، بنحب نهتم والانواع والاشكال والالوان. ايوه عشان ندي الحياه جمال كده، ما تقدروش تعيشوا من غيرنا. ربنا يقدركم على فعل الخير. احنا جاهزين بالصور يا جماعه للهوليوود سمايل؟ معانا. الحاله دي بقى انا عايزه اتكلم على حاجه مهمه قوي فيها. الحاله دي كانت جايه، احنا لو فوق ده قبل، كانت جايه عامله تركيبه قدام. التركيبه دي كان نوعها مش كويس. كان النوع اللي هو البورسلين جواه معدن. فده طبعا بعد فتره احنا شايفين اللثه مش ماشيه مع الكونتور بتاع اللثه، مش ماشي مع الاسنان اولا. ثانيا المعدن ده بيبدا بعد وقت بيبدا يطلع على اللثه فيخلي لون اللثه اسود او بيبقى فيها تصبغات. ثانيا شكله ودرجته مش حلوه. حاجه كمان ان هي كانت ضحكتها عندها حاجه اسمها الضحكه اللثويه، احنا لو نلاحظ ان هي في جزء كبير باين من اللثه عندها مغطي على السنة. بالظبط. فاحنا لما جينا في البلان بتاعت الهوليوود سمايل عشان نعملها، احنا بدانا نظبط شكل اللثه، بدانا نعمل الفينيرز او نعمل الكراونز عليها، الحاجات اللي محتاجه كراونز طبعا عملنا لها كراونز، والحاجات اللي محتاجه الفينيرز عملناها لها. فدي كانت النتيجه بتاعتها وهي كانت مبسوطه جدا بعدها بصراحه يعني. طيب في رجاله بيعملوا هوليوود سمايل ده؟ طبعا في حالات احنا معانا والله. في ناس بتيجي انا عايز وسنه ما فيهاش حاجه، هو بس شكلا في سنه مش عاجباني او فيها شكل مش عاجبني. فبيبدا نشوف بقى النتيجه النهائيه للهوليوود سمايل كده في اخر صوره معانا.
بس الموضوع يعني حتى الرجاله كمان ده موضوع ده كله يعني، مش شفت مش الستات بس، عشان تعرف ان انت ظالمنا. بص يا جماعه معانا كده دي المتحركه بقى. دي المتحركه دي ان هي يعني هي شكل السنه هي ما غيرتش حاجه فيها، هي بس بتشيل وتحط عشان تصوير عشان اي حاجه اي كلام. والله يا دكتور الكلام كتير، وهنشوف موضوع الرجاله والستات ده في موضوع الهوليود سمايل، لان الموضوع ده يعني انا برضو شايف ان ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه طبعا، عشان ما فيش حد يزعل مننا، بس اي حاجه فيها تفاصيل وفنيات تبقى عند الستات. طيب دي هوليود سمايل، يعني ناخد فاصل ونرجع يا جماعه مع بعض ونكمل كلامنا عن طب الاسنان. خليكم معانا مستنيينكم. شريكك للنجاح. هو انت ينفع لما باب الثلاجه يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم الميه في العربيه لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول ادي العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركه اميزديا. اميزديا شركه تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات مموله على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناه تلفزيونيه معروفه. عندنا كمان اداره كامله لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويريه وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعه مجالك وشغلك، واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. ورجعنا تاني وطبيب في بيتي، والنهارده يا جماعه موضوعنا كبير، الاسنان دي قصه كبيره قوي يا دكتور. طيب من الحاجات اللي برضو الستات متميزين فيها كالعاده التقويم، ويمكن التقويم الستات بتهتم بيه مش عشانها بس، لا ده كمان عشان الاطفال، يعني امتى اعمل تقويم وايه نوع التقويم المناسب وتكلفه التقويم، هل هي حقيقيه المبلغ ده كله التفاصيل دي كلها، هو انا ينفع يعني، هل الموضوع مش تجاره، النوع المناسب ليا ايه، ايه التقويم وقصته ايه، او مبدئيا كده ايه السن اللي ممكن اعمل عنده تقويم للاطفال مثلا؟ بص احنا لو هنتكلم اولا عن السن، احنا يعني الاطفال عموما، انا لما بلاحظ ان طفل او الطفل عندي في مشكله في اسنانه انا لازم اوديه لدكتور، يعني مش انا ما اقولكش سن معين، لا اوديه عند السن ده. في سن احنا بنتدخل فيه سكيليتال، يعني اتدخل فيه والطفل لسه في نموه بعيدا عن الاسنان، لازم اقولك لا لازم الطفل ده نتدخل فيه تقويم او نعمل له تقويم دلوقتي. في لا سن اقولك استنى شويه عليه، او تعالى بعد كام سنه مثلا يكون كبر شويه فنبدا نعمل، وبالتالي نشوف بقى النوع المناسب مع حسب الكيس يعني. بالظبط بنشوف الانواع كده معانا كده يا جماعه. بس هو عموما احنا بنبدا بعد ما الطفل بيبدا يبدل الاسنان بتاعته، يعني مش هودي طفل مثلا عنده سنتين ثلاثه اعمل له قرصه يعني. لا بوديه بعد مثلا 7 سنين كده ولا حاجه نبدا نعمل له التقويم. طيب نشوف مع بعض كده صور التقويم يا جماعه. لان التقويم ده اصله شغلانه انواع، ده ايه ده بقى؟ انواع التقويم بقى لو هتكلم عليه، ده النوع المتعارف عليه او اللي كل الناس عارفاه اللي هو البراكتس الميتال. اوكي المعدني اللي ظاهر ده كل الناس شايفاه، وده بيزعل ناس كتير. في ناس بتيجي تطلبه على فكره، في ناس بتبقى عايزه تركب القرصو اللي هو في الميتال ده. وفي حالات انا ما ينفعش اركب فيها غير ده. حسب الحال يعني. انا يعني انا معلش انا مش ما ينفعش امشي ورا البيشنت في ان هو يطالب حاجه عشان شكل جمالي بس هي مش هتدي له ريزلت في الاخر اللي هو عايزه، لا انا لازم انصحه واقول له ان الكويس اللي انت تعمله عشان يديك النتيجه اللي انت عايزها ان احنا نركب ده مثلا. نسمع الكلام يا جماعه، بالظبط كلام الدكتور اللي يحدد. طب ناخد اللي بعده.
ده بقى اللي هو البراكت، براكت برضو ده مش يعني، هو لو هتلاحظ ان في على الاسنان براكت بس سيراميك، لون نفس لون الاسنان بالظبط، مستحيل مش فهي باينه، مش باينه، ما بتبقاش مش باينه خالص باينه. ان حد مركب. طب ناخد التالتة كده يا جماعه، ده النوع التالت بقى، ده ايه بقى ده؟ ده بقى اللي هو الشفاف، ده بيجي البيشنت بنعمله برضو الاناليسيز الاكس رايز، طب والله نعمل كويس يا الاشعه دكتور، اللي هو يعني عايزها كلها، انواع مختلفه انواع وبتناسب كل مختلفه. حاله بالظبط. يعني. طب الليزر بقى، عشان الليزر ده حكايه الحكايات، لان يعني ناس كتير جدا بتخاف من الليزر وناس بتحبذه قوي، يعني لا انا عايز اعمل بالليزر، وده عموما في جراحات كتير وفي حاجات كتير مش في الاسنان بس. بالظبط دي حقيقة. فالليزر مفيد قد ايه، بنستخدمه لحد فين في شغلنا؟ هو الليزر حاليا عمل طفره عندنا في مجال طب الاسنان. انا في حاجات كنت بعملها جراحه كان العيان بيتعب منها جدا، بيتضايق الدكتور والمريض بيتضايق من الدم الكتير اللي بينزل، او حاجات انا ما كنتش بعرفها، بعرف اعملها اصلا بالجراحه العاديه. بالجراحه العاديه بالظبط. لكن دلوقتي انا بقدر اعملها بالليزر، سيشن سهله وبسيطه مش متعبه للعيان خالص، و ما فيش ألم يعني. مفيش الم، حتى لو في الم بياخد بنج برضو زي البنج اللي بياخده في يعني احنا بنبقى مع العيان صراحه اللي هو انت لا انت في وجع، بس انا هديك البنج اللي يخليك ما تحسش بوجع خالص يعني، فبيخليني اقدر اعمل نشوف حاجات جزء ما من كنتش بقدر الفيديو كده يا اعملها. جماعه، يعني اول اوكي دي شكل دي حاله، حاله. الحاله دي من الحاجات برضو اللي الناس كتير ما بتاخدش بالها منها، ان حد يكون عنده تصبغات في اللثه او تصبغات في الشفايف. دلوقتي دي الحاله بعد اهي تحت ما بقاش عنده اي تصبغات خالص، انا اقدر اعملها دلوقتي بالليزر طيب في احنا معنى كده يا الامتداد. دكتور ان الليزر مش حاجه صعبه، مش حاجه لا عموما احنا نفسنا نكمل مع حضرتك يعني حلقات وحلقات، الموضوع شيق جدا ويهم ناس كتير. بنشكرك وان شاء الله نلتقي في ان شاء حلقات الله كتير باذن ان الله. شاء الله. وانا كنت سعيده مع حضرتك النهارده، وعايزه اهدي هديه للمشاهدين النهارده برنامج طبيب في بيتي، مركز فايكنج او مراكز فايكنج بتهدي لهم خصم 10% لخمس حالات و20% لخمس حالات برضو من المشاهدين البرنامج. ميرسي جدا وميرسي ليكي جدا يا ومراكز استاذ احمد بايكنج على الدعوه ونورتونا، الجميله. وانتم معانا يا جماعه نشارك ان شاء الله في السحب على ان شاء الهدايا الله باذن الجميله من الله. مراكز بايكنج. شكرا دكتور، ميرسي يا استاذ احمد، ميرسي. ونتقابل على خير يا جماعه وحلقه جديده ان شاء الله وطبيب في بيتي.